يتم هذوك المكاريب اللي كيديروا فيها عيا داخل السجن شنو كيوقع ليهم الشيف الله ما باقي نعاود الشيف والشيف سكت يا امك سكت شنو قالوا ولا شي فراس اوكي باش نشوف شنو قالوا كيفاش يوقعوا معديين بحال كتوقع لهم اللي كتعدوا على ولاد الناس تحياتي للرجال اللي تقدروا ولاد الناس وتحياتي للعزاز ماي بوكس خليكم معايا من الممرمرون بالنسبه لك الناس اللي كيدازوا السجن هو داك الميلوط كنداير كاين الميلوط ديالك عادي اكثريات ديالك تكساور تكساور حتى كل عصا تيري هو الميلوط هذا كيتسمى عادي كاين الكروازي شنو هو الكروازي هو الكروازي الكروازي انا براسي مسكت الكروازي هو الكروازي اسكت يا اسكت الله يحمي وليدي للشر الله يخليه مهم الشر الله يحرق الامور اسكت امك اسكت المعدل حركة يوقع كيدير فيها معدل حركة يوقع ليش ما دوز حبسي زوين كلشي تيفوت تبقى على العين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن بالنسبة خوتي المغاربة أنا هضرت على السجن باش نوعي الشباب باش الشباب ما يتقولبوش باش الشباب ما يدمروش المستقبل ديالهم باش الشباب ما يدمروش والديهم باش الشباب ما يدمروش الوقت ديالهم انا كنفيق الشباب زيرو بليار زيرو مخدرات زيرو تعدد وما كنفتخرش بالسجن كاين شي رجال اللي هما حاولوا يفهموني قالوا لي اخويا شكرا بزاف علاش وعيتينا الشباب وعيتينا الاطفال ديالنا شحال واحد قولبوها صاحبو وشحال من واحد قولباتو غير صاحبتو وشحال من واحد حكاتلو الدنيا باغي على الدنيا المهم اخويا انا اوصل لك واحد الرسالة هذوك الناس اللي كيفتخروا بالحبس ومدير حبس السجن زعما السجن ديرو مستقبل كيفتخر بيه بحال هو كانوا عاطينو سانكي طوال داخل المهم موضوع الاخوتي الموضوع ديالنا شنو هو الموضوع ديالنا هادو ميكروبات اللي كيتعدوا على ولاد الناس لداخل كتلقى واحد ولد الناس مسكين غير مزرف شي مونتيف كيطيح مع شي مكاريب تيوسخو في عقلو تيعلموه المرض علاش كتلقى شي واحد ولد الناس مسكين عنده اول شده كتلقى عنده اول شده داخل مسكين قلبو بزوين داخل مسكين خايف ما عارف والو كتلقاه طايح ماشي كيطيح ماشي ميكرو تيوسخ له عقلو وقدر يخدم معاه في عيال ديال الحبس لحقا مسكين الدري عنده اول شدهم هاي في دارهم وكيجيو عنده دارهم لحقاش هذاك لي ميكرو كتلقاه ما كيجيوش عنده دارهم علاش حاقد علو ضرب مونتيف 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 علاش ما تقدرش يعيش على برا وكتقدر يعيش على برا غيكون راجل مع والديه ومع نفسه ومع المجتمع خليكم معايا تشوفوا دوك المكاريب اللي كيديروا فيها عيا داخل السجن شنو كيوقع ليهم والشيف والشيف والله يحرم والدي الشيف والشيف والشيف شنو عارف يا شيف والله ما باقي نعاود الشيف والشيف سكت يا امك سكت شنو قالوا ولا شي فراس كيفاش يوقع له كيفاش يوقع له معديين بحال كتوقع لهم اللي كتعدوا على ولاد الناس تحياتي للرجال اللي تقدروا ولاد الناس وتحياتي للعزاز ماي بوكس خليكم معايا من الممرمرون كما شفتوا اخوتي رساله كنوصلها لكم مال الوقت كيتعداوش السلطه ما كتعداش علاش انا وصلت لهذا النيفو هذا حقاش كان معايا واحد الدري الله يعمر هذا كان معايا واحد الدري الله يعمر هذا واحد الدري ميكرو تا تيعمر له راسو
كتقولوا دخل الدكاكه ندبروا على راسنا وكذا وهادي وهادي وهادي. وداك الدري زق مزرف امه، وداك الدري شارك معاه الطعام، امه كبيره ما كبير غير الله سبحانه وتعالى. مسكينه شدوها الدري دخل الدكاكه وسخا ديك الدكاكه. دخلت عليها انا جاو عندي مولى الوقت، مولى الوقت كانوا تحترموني علاش حقاش كنت رياضي كنت مسايسين كامل ومسايسين العاف من هادشي هذا. دري مدري ويشا ما عارفه والو مسكينه. المهم اللي بغيت نقول لك زق هذاك الميكروب قال له راه مي عطاتك شي حاجه قول لمك تجيبها لي معاها. لحقاش دري مسكين بوجادي ما عارف والو اول شده عنده، وداك دري بوجادي مشارك معايا الطعام وكنا ناكل ديما الخبز ديال مويته ديما كنا تناكلو طاني كنشاركوه كامل. حنا عايبنا واحد والله يطلق سراح جميع المسلمين. زق هذاك الدري مسكين شدو لمو في الباب شي واحد طار كاويه قال له واحد دخل الدكاكه، وهاديك الدري مسكين غير مزرف ما عارف والو زق الدكاكه. دخلت عليها انا جو عندي السلطات قالوا لي ديما هادشي كنت ديالي انا منين شريتيها كنت شريتها من الحبس. وعارف راسي عندنا كل عصا، وعارف راسي عند تما ينط، وعارف راسي عند ضرب الكاسو. علاش؟ بسبب هذيك المراه مسكينه ضربه تمار على ولدها مخلوعه على ولدها ما بغيتهاش تقولب. كان باغي يقولب هذاك خونا ولكن في اطار الرجال تقولبات. زقت المونتير داخل علو انا جا عندي المدير. المدير قال لي شوف ولدي انا كنعرفك مزيان كنعرفك رياضي انا مالي الوقت ماشي كيحترموني حقاش انا باسل ولا معدي، مالي الوقت يحترموني حقاش انا محترم راسي. كنعطيهم السيرفيس ديالهم ما كنديرش الفوضى وما كنتعداش على ولاد الناس وما كندخلش الدكاكه. عارفني سبورتيف قلبي بيض مع الناس مع اي واحد سيزن كامل. كان السيزن كامل كله كنتحرك به كلشي كنت ندرني به. كانوا مساجين كامل تيحماقوا عليا نهار مشيت الكاشو مساجين حتى واحد ما دازني. علاش اطار الرجوله ديالي علاش المونتير دخلت له انا وقلت لك المراه ما طيحش. وفعلا كليت العصا وكليت الفراقه وتعورت في تمانينات وضربت الكاشو. علاش هذيك المراه مسكينه باش ما تقاولش. حنا عيبنا واحد وتحياتي لوليد الله يرحم والدينا الشيخ الله يخليه المهم الشيخ الله يخليك سكت امك سكت. المعدي حركة توقع كي داير فيها معدي حركة توقع. علاش ما دوزش حبسي زوين وكلشي تيفوت تبقى على العين. المهم اخوتي كما شفتو هاد المينوط هذا هو التعلق هادوك المعديين هادوك الميكروبات اللي كيسبوا الرب ما كيفكرش في الله وما تصور قلبه محيدو كيلقى كيتعدى على ولاد الناس. هذا هو المصير ديالو كيشو الميلوط الفلاقة مولي الوقت ما كيتعداو على حتى شي واحد. انا وريتكم التعلق كيفاش الاول بالنسبه لدوك الناس اللي كيدابزو والسجن هو داك الميلوط كندير كاين الميلوط ديال هوك عادي اكثريات اللي لابسك تساور داك تساور حتى تاكل عصا تيري هو الميلوط هذا كيتسمى عادي. كاين الكروازي شنو هو الكروازي هو الكروازي الكروازي انا براسي مسكر الكروازي هذا الكروازي كما شتو اخوتي كاين الدراري الله يطلق سراحهم كاين شي شباب اللي هما مساكن غير تقولبو الله يطلق سراحهم. انا اللي بغيت نقول لاي واحد الله يطلق سراح جميع المسلمين والله يطلق سراح اي واحد حتى واحد ما كنبغيو له الحبس. وفي هذا الوقت هادي عدوك وما تبغيش له الحبس. انا كنوصل واحد الرساله باسم هذا معيق غلطتي لكن ما تكررهاش ما يقيدكش بنادم
دير هادشي اللي كيسلحك انت، عيش حياتك انت. راه كاينه الطريق كحله وكاينه الطريق بيضاء. الطريق بيضاء راه باينه، تهلا في والديك، سير للجامع، صلي، تهلا في راسك، تريني، لبس لي العمل سي مزيان، كل مزيان، تهلا في راسك، ربي ما يخيبكش. الطريق كحله راه باينه، غتسرق، غتكريسي، غدير بزاف د الحوايج، كل اكيد حياتك غتكون في العذاب. انسان يعيش باش ما قسم الله، انسان يعيش باش ما قسم الله، ولا كانت عندك القناعه اللهم لك الحمد، ربي الله ما يدوسك بالرب. مهم اخوتي، تعلقت، كليت العصا، تعذبت، لحقاش درتها براسي ودخلت عليها انا. انا مولاي الوقت كانوا كيحترموني، علاش؟ حقاش كتحترم راسي ولد الناس، ما كنتعداش، حقاش قلبي بيض، اي واحد تنبغي له غير الخير، اي واحد كنشجعو. وكاع الرجال اللي ضربوا معايا السجن ما عاودوش رجعوا للسجن، علاش؟ ضربوا مع الرجال كانوا كيترينو معايا وخرجوا مشاو دبروا على راسهم، كاين اللي خدام مسكين في الموقف، كاين اللي خدام في المارشي، كاين يدبر على راسو في شركة، كاين اللي يدبر على راسو كيدير يشري، كاين يشري بريبورتو، كاين اللي كل واحد وكيفاش عاش. باقا الآن يتصلوا بيا، الله الحمد لله، الله يسهل عليهم. علاش؟ سمعوا الهضرة ديالي، بعدوا من البليار، بعدوا بزاف الحوايج. إنسان كلهم الحمد لله، كلهم تزوجوا، كلهم داروا المستقبل ديالهم، كلهم داروا وليداتهم فرحهم قدام والديهم. خليكم معايا ملي كملت هاد العذاب، هذا الكاشو والتعلاق والفلاقة، ملي نخرج من الكاشو شنو وقع لي؟ الحمد لله انا ماشي قادر ندير هادشي هذا، ولا زعما كنفتخر زعما انا دوزت السجن ولا كنعيق عليكم ولا شي حاجه. الحمد لله ربي عفا عليا. انا كنا في السجن، كنا كنتجمعوا حنا الحباسه، كنهضروا، كنجيبوا واحد الموضوع زوين، بعض المرات تكون واحد السكاير، بعض المرات تتنط الفتنه، فهمتيني؟ حنا الفتنه ما كانتش عندنا، ما كنخليش الفتنه في الزرع ولادي، حنا كنا بحال الخوت، مخير مخير. كيدخل السجن باش يقول واحد المثال، داخل مفقود، كتدخل في السجن كاين ربعة الحيوط، كاين ربعة الحيوط درية، تلقى حيط هنا، حيط هنا، حيط هنا، حيط هنا، كل حيوط تيوك ربعة البيبان مسدودة، أنت في السجن، ولكن الضمير والعقل ديالك تعيش على برا، فهمتيني؟ أنا دخلت السجن أول مرة، دخلت بكيت، بكاني السجن، بكاني الوالدين اللي خليتهم مرض السكر، بكيت الوالدين مساكين اللي تعذبوا من مورايا، كيما هما بكاو عليا، أنا بكيت عليهم جوج بكيات، تبكي عليهم من قلبي من الداخل، والدموع ملي كيفيض الدموع تيخرجوا من برا، حياتي كاملة دايرة صغير بكا، علاش؟ على الوالدين ديالي. شحال من واحد مسكين ماتوا لوالديه هو السجن هو، باش ينفعك هاد البكا، باش تنفعك هاد المدومية، باش تنفعك. سوا انسان تيخلي ميمتو تيدخل السجن تيخرج متيلقاش ميمتو، تيكون الضمير ديالك، انسان تيمرض نفسيا ماشي مكيمرضش، ولكن داكشي ديال الله سبحانه وتعالى. انا فاش دخلت صراحة سمعو بوم، سمعوا لي بزاف، لقوت الله اكبر كبيره، وربي راك شاهد عليا، الحمد لله والديا ماتوا راضين عليا، وحضرت الموتى ديالهم، وهذا فضل من عند الله سبحانه وتعالى. هادشي كامل علاش؟ على هادوك الناس اللي كيدمروا والديهم، على هادوك الناس اللي كيعذبوا والديهم، على هادوك الناس اللي كيسمعوش لوالديهم. سمع لبومي هو الاول لا يقولوا لي حقاش بومي ما عارفهمش بنادم، راه بومي هما اللي ولدتني، هما اللي عارفين القران ديال شنو فيه، راه هما اللي كانوا تيخرقوني، راه هما اللي كانوا
تحملوني ان البارشا راه يقول لي حق لي في وجهي وتعطيني من اللور انا نقلش عليك. باقي الان الحمد لله تبغي الخير الشباب، باقي الان ان شاء الله واقف مع الشباب، وباقي الان ان شاء الله غادي نموت على الشباب وما نخليهمش يتقولوا. وتحياتي الشباب، والله يطلق سرع جميع المسلمين، والله يطلق سرع جميع الدراري اللي دوزوا معايا بشكل عندهم حبس طويل، والله يطلق سرع اي مسلم، الله يحفظ صراحه.